أهلا وسهلا يا سيدي. لديك مداخلة سيادة اللواء، بعد أن نرحب بك أفسح لك المجال لذلك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل وأكثر الصلاة والتسليم. أولا نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا وعودة مفقودينا إلى أهليهم سالمين غانمين. المداخلة موجهة لشباب وسكان وأهالي مدينة بنغازي. نبي نقول لكم بنغازي تحتاج الآن وفي الوقت الحاضر إلى وقفة جادة للنهوض بهذه المدينة الجريحة. بنغازي العز، بنغازي الشموخ، ونطلب من شباب بنغازي العسكريين والمدنيين وكل فئات الشعب في داخل مدينة بنغازي على تهدئة الوضع الأمني الراهن، والمشاكل لا تحل بالخلافات ولا تحل بغلق الشوارع وإحراق الإطارات وتحطيم المقرات العسكرية إلى غير ذلك من بعض التي يرتكبها بعض الشباب نتيجة احتقان أو نتيجة اتخاذ موقف معين. ونقول لكم أن هذه الأفعال تعطي فرصة لكل من تصور نفسه العبث بمدينة بنغازي، وكل من يحاول أن يعبث ويخلق فتنة وبلبلة في داخل مدينة بنغازي، مدينة بنغازي الصمود، بنغازي الغالية، بنغازي يجب على كل مواطن سواء عسكري أو مدني، شايب، بولية، كبير، صغير، يجب أن يكون حريص على أمن مدينة بنغازي التي قدمت آلاف من أبنائها من تضحيات لتحريرها. والحمد لله اليوم بنغازي تنعم بالحرية وتنعم بالأمن والأمان، فالوضع حساس ولا نحتاج إلى بلبلة أو خلل في هذه الشوارع. والآن شوفوا أنتوا قناة النبأ شو تقول، تقول محمود انقتل، محمود مش عارف إيش، هذا كلام راه غير صحيح. يمنع منعا باتا على كل العسكريين والمدنيين الدخول للمقرات والمعسكرات والأماكن العامة، ونرصد كل من يقوم بأي عمل تقريبي سواء عسكري أو مدني، حيتم رصده وحيتم معاقبته وحيتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه. بالنسبة لموضوع الرئيس محمود غرفلي، محمود بطل من أبطال ليبيا، بطل من أبطال القوات الخاصة، رجل معروف في محاور القتال في مقارعة الدواعش، قدم نفسه يوم أمس وسلم نفسه للقائد العام وأمر القائد العام باتخاذ الإجراءات القانونية في باتجاه أي شخص ارتكب أخطاء وإلا غيره. ما يشاع الآن وما يقال الآن في الشارع أراه الكلام غير صحيح. سيتم بعد لحظات نقل محمود إلى مقر القيادة العامة. هو بنفسه خاضع للتحقيق ولاتخاذ الإجراءات، وإن شاء الله حتكون الإجراءات صحيحة وإجراءات قانونية وسينظر في أمره. فأرجو الكل أن يلتزم بالضبط والربط ويلتزم بالأخلاق وعدم العبث بداخل مدينة بنغازي. الله يبارك فيكم، وإن شاء الله نشوف مدينة بنغازي تنعم بالأمن وتنعم بالازدهار وتنعم بالأفراح. وبارك الله فيكم، وإن شاء الله ربي يقدرنا على حماية بنغازي والمحافظة على أمنها وحماية ليبيا، وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء ونيس بوخمادة، آمر الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي، يدعو أهالي مدينة بنغازي لعدم الانجرار إلى الفتنة، وخاصة أن هناك قنوات تابعة ذكرها بالاسم تابعة لي